أبرمت شركات من إمارة دبي عقود تصدير بأكثر من 37 مليون دولار، وذلك خلال زيارة وفد من 30 شركة كازاخستانية لدولة الإمارات. وبحسب غرف دبي، تمثل تلك العقود التي تم إبرامها في مجال توريد المواد الغذائية وخدمات التكنولوجيا المعلومات نموذجا على تنامي العلاقات التجارية بين كازاخستان والإمارات والاهتمام الملحوظ بالمنتجات الزراعية الكازاخستانية. وفي عام 2022 قامت الشركات الكازاخستانية بتصدير منتجات بقيمة 560 مليون دولار إلى الإمارات.